كل الزعل ده عشان رحت مقابلة في الشركة اللي بيشتغل فيها أحمد؟ أحمد ده يعرفني من زمان وهو حد محترم جدا مش بتاع الحاجات دي. هو مين ده اللي مش بتاع الحاجات دي أصلا؟ أحمد ده بيبصلك بصة مش عادية يعني. وبعدين إيه لازمة إنك تشتغلي في الشركة؟ طب أنت شفتني رحت اشتغلت؟ طب يا ريت هما بس يقبلوني أشتغل في الشركة دي. دي شركة دعاية وإعلام معروفة جدا وهتبقى فرصة كبيرة بالنسبة لي. ولا احمد ولا مليون واحد زاوية يقدروا يملوا عينيا. انا مفيش في حياتي غيرك اصلا. ماشي يا ليلى. مش هتردي؟ ما ارد اقول ايه بس. بصراحة انا متضايقة اني بكدب على خالته وخايفة تعرف اني بخرج معاك من وراها. انا كمان متضايق جدا وعايز اقول لها على فكرة. ليلى انا بحبك وعايز اقول لكل الناس ان انا بحبك على فكره. يعني عمرك ما هتجرحني ولا هتسيبني؟ اجرحك واسيبك؟ لا عمري ما اجرحك واسيبك. انا بحبك وعمري ما هضايقك. بحبك. هو في ايه؟ الاول خالته تتصل وبعديها مدام الهام؟ طب ما ترد يا بنتي وتشوفي فيه ايه. الو. ايوه يا مدام الهام. طب هو حضرتك عايزاني في حاجه معينه؟ حاضر بعتلي العنوان. مع السلامه. مع السلامه. ما قالتش عايزاني في ايه. انا خايفه تكون خالته قالت لها حاجه. مش عارف. طب انا لازم اتحرك دلوقتي بقى. طب استنى انا هاجي معاكي. تشيك بليز. ها قولوا لي بقى ايه رايكم في المكان؟ حلو قوي يا مدام. بسم الله ما شاء الله شرح والشمس داخله من كل ناحيه. مكان تحفه يا مامي. هو انا اجي ازاي اساعدك هنا؟ هقول لك يا ستي مش محتاجه منك غير ساعتين في الويك اند تيجي تشوفي الولاد محتاجين ايه ونعمل. اوكي. انا بقى عامل مراجع خشب زي القعده اللي عملتها في المشتل. حلوه قوي يا حبيبي. انا كمان بفكر اعمل دروينج كلاسز وحاجات كده تنمي عقليه الطفل. ايه رايكم؟ حلوه قوي. فكره حلوه قوي. طيب يلا يا فوز بقى نروح نشوف المطبخ وايه اللي محتاجه. يلا يلا يا هاني. حبيبتي مبسوطه قوي. انا حاسه ان المكان ده هيفرق معاك اكتر مننا كلنا. تفتكري؟ اه اكيد خصوصا الولاد اللي هنا يعني هتحس ان انت بتعمل حاجه جديده.